بريزيدون، باسمش لي جورناليست والعمال الكل تاع الشروق، نهنيوك شخصيا ونهنيو فريق تاع جي اس كاب هذا الفوز تاع كاس الجمهوريه، اللي هو الفوز تاع كل الجزائريين. كما قلت تاو كما ديما سمعناك تقول انه احنا جي اس كاب تلعب بور الجيري، سي فري الاصفر والاخضر سي لي كولور تاع لا كابيلي تاع لا ريجيون، مي البارح كانت جي اس كا تلعب كجزائريين، والحمد لله شرفت البلاد وشرفت المنطقة، وحنا اون طونك سبونسور فرحنا كثير لأنه راهنا على فريق قوي جدا وفريق تاع مناسبات كبيرة، وفريق اللي دائما برهن أنه في هذه المباريات الحاسمة تاع الكأس يثبت، وخاصة وأنه منذ 94 جي اس كا ما بداتش الكأس، دونك بعد 16 ولا 17 سنة هذه الحمد لله، و لا ريجيون فهمت اونوري افيك لا كوب دالجيري. دونك حنا لا فاي كي تلاقينا في لوتيل كنا مدينا لي جوار دي كادو سيمبوليك، وقلنا لهم فرحونا ان شاء الله احنا نفرحكم، وحنا رانا عند وعدنا ان شاء الله، ومازالوا الايام ان شاء الله القادمه ان شاء الله ونزيدوا نديروا فيها بتيت فات للستاف لي جوار وليكيب كومبليت، ونقول لكم الف مبروك للاعبين اللي حضروا باسم زملائهم، وان شاء الله درك الشامبيونا ما نعرفش كيفاه نورمالمون هذا يكون موتيفاسيون باش ان شاء الله. دونك الف مبروك، والشروق راهي ديما معكم، وديما ان شاء الله في المناسبات الكبيره هذه تلقاونا ان شاء الله، ويعطيكم الصحه ونضربوا الصفيق على كل حال. على كل حال عمي علي الشروق الى جي اس كا دونك اوني دوفوني فامي، اوني دوفوني فامي الحمد لله دوبي كون اسيني افيك شروق و نو زافي توجور ايدي، وحنا الحمد لله Depuis, on n'a pas failli. Les événements, on les avait fêtés ensemble. Au Lyon, le Berh dîna la coupe. Et Lyon, la coupe est fait Dar Chorok. Kingul Dar Chorok, Darna. Pour les joueurs, ils sont là. Vous avez besoin d'interviews, ils sont disponibles. باب لا جي اس كا محلوله للشروق اي وقت. وان شاء الله احنا نعاونكم وانتم تعاونونا. وانتم اكبر جورنال في الجزائر، وحنا اكبر فريق في الجزائر. يعطيكم الصحة، دونك يجيو لي دو جوار، فوزافي لي جورناليست هناك، لا ليموناد، كاطو، كاطو، ديروا ديروا حاجة. تعالي، اسمع دخل انت. وصلت لي وفاز بكاس الجزائر، واش رايك في التتويج؟ الحمد لله كوب دالجيري اللي تعبنا عليها، فريق شباب القبائل صافي 10 ما داتهاش، الحمد لله جات لا جينيراسيون هذه داتها، كيما نقول لك بمجهود تاع لي جوار ديالنا، والحمد لله ربي ما خيبناش الباه فزنا عليها الباه. مبروك عليكم. الله يسلمك. مع شباب القبائل بعد 3 شهور فقط من التحاق الفريق، كيف تشوف هذا التتويج؟ الحمد لله يا ربي التتويج هذا كان انا فرحان به بزاف بزاف، بس تعبنا هذا ملي جيت 3 مو هذه خدمت فيها باش نجيب بلاستي، درتها اوبجيكتيف باش نجيب بلاستي في جي اس كا، الحمد لله كي جيت بلاستي كنا انا وصحابي تاني تعاوننا باش نخدموا على لاكوب دالجيري هذه،
واش الفرق بين صلاح السنداوي وشباب القرعه؟ ما كاينش لا ديفيرونس بين النهد و جي اس كا، بيسك النهد تاني كستان غروند ايكيب اللي خرجت لي جوال كبار بزاف وشرفوا الكره الجزائريه، و جي اس كا تاني كستان غروند ايكيب اللي تلعب كل يوم على اللي تيتر تلعب الكوب دافريك لاب. تسمى ما لقيتش ديفيرونس كبير بين، مانيش جاي من ايكيب تاع لونور تحت هكذا، جاي من ايكيب تاني لاباس بها. واش لوبجيكتيف بيرسونال تاع خليل؟ اوبجيكتيف بيرسونال ان شاء الله نروح نلعب فان شاء الله بربي في الخارج وليكيب ناسيونال ان شاء الله. كيما رفيق حلاش خرج من نصر حسين داير فريق كبير بربي ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. واش نقول لك يا خويا، سيتي ان بليزير عندنا ولينا من باب الواسع بالتتويجات سيتو مع كاس الجزائر وين شبيبه ما تحصلتش عليها عندها 17 سنه. الحمد لله جينا احنا هذا الجيل هذا وين قدرنا نحصل هذا الكاس، و سيتي ان بليزير لينا. في اللقاءات الاخيره غبت عن التشكيله الاساسيه ولكن عدت منصه المباراه النهائيه، كيفاش كان الاحساس تاعك قبل دخولك لارضيه الميدان؟ يا خويا الاحساس بالسعاده، باسكو انا كي ندخل للتيران نحب نلعب، نحب نكون في فوق الميدان. الحمد لله اديت، نظن بلي اديت اللي عليا والحمد لله جبنا الكاس هذه. بارك الله فيك. الله يستر. كاس الجمهوريه بعد تتويجي مع مثل الجزائر، كيفاش الاحساس ديالك؟ الحمد لله نظن بلي محظوظ كثير انايا ديجا باش تلعب بين فينال في لاكارير ديالك، ديجا كما قلت تكون عندك حد كبير. انا عندي لعبت تروا كوب تاع تروا فينال وين توجت بهم في ثلاثه، نظن بلي راني محظوظ كثير وكما قلت سي نورمال واحد يكون فرحان بزاف. جياسكا ربحت عليك ولا انت ربحت عليها؟ نقدر نقول بلي ربحت عليهم وربحوا عليا كما نقول لك، خصوصا انك لعبت في ملعب 5 جوليات تعرفه مليح. كما على بالك بلي كنت لعب في المولوديه وين كنت لعب في ارضيه ميدان 5 جويليه وين نعرفها، وين عندي لي ريبير ديالي في سان جوي وين ما كانش عندي صعوبات كثيره. لاعبين كبار مروا على شبيبه تلقى بعد 17 سنه الاخيره وما جابوش الكاس، حتى جيتوا انتم الجيل الحالي، واش نظن؟ الحمد لله صح كما يقول لك تدي تدويج في لاكارير ديالك، سيرتو كما يقول لك فريق كبير كما شبيبه القبائل، كما نقول كيبقى اسمك في التاريخ تاع الفريق. بارك الله فيك. يعطيك بارك الله. التتويج اللي عرفي مع شبيبه القبائل وفي مشوارك الرياضي يعني حاجه باينه هذه، كما يقول لك سي اول تتويج تاعي بيان سور راح نكون فرحان. بور موا هذا كما يقول لك هذا حلم لي يتحقق، باسكو اول تتويج في اول عام حاجه كما يقول لك مليحه بزاف. الحمد لله يا ربي وفقني وكما يقول حققت الحلم تاعي الاول، وان شاء الله كما يقول لك العقوبة ان شاء الله مع خير ان شاء الله. التتويج عنده قيمه كبيره عندك؟ بيان سور عنده قيمه كبيره، باسكو هذه كما يقول لك ما جاتش هكذاك، جات تسمى طرافاي والخدمه وعينه كما يقول لك بوندون تسمى العام كومبلي احنا نخدموا ايتو. الحمد لله كما يقول لك ربي كما يقول لك جازانا بلاكوب هذه اللي خلتنا ديما سيزور راح تكون فرحان ويكون عندك الفروي تاع عام كومبلي تاع خدمه. القيمه تاعو تكون من لاعبين كبار شباب القبائل مروا 17 سنه الاخيره وما ربحوش كاس الجمهوريه حتى جيتوا انتم. الحمد لله يا ربي كما يقول لك كانت عندنا لا شونس باش تكون عندنا بعد 17 سنه حتى وصل لينا احنا باش جبنا لاكوب هذه، كما يقول لك صما في غرون بليزير حاجه كما يقول لك تشرفنا احنا كلاعبين وحنا نتشرفوا بها كما يقول لك رانا نمثلوا في الوان شبيبه القبائل، باسكو فريق شبيبه القبائل ماشي اي فريق كبير وفريق اللي مروا فيه لاعبين كبار. احنا كما يقول لك احنا اللاعبين الحاليين تاع شبيبه القبائل رانا نبنى على اللي جوار اللي فاتوا 17 سنه، نقولوا الحمد لله يا ربي ربي وفقنا ونهدي لهم بالمناسبه كاع لي جوا اللي فاتوا على جياز كار 17 عام ما زواج، حنا كيما قلبونا بالمناسبه نهديوها لهم ونقول لهم هذا التتويج هذا راه مهديكم ان شاء الله.